ازيك يا شباب؟ انا اسمي عبد الرحمن توفيق، وانا ان شاء الله هدرس فيزيكس او ليفل مع ذا اي جي سكول. مين بقى عبد الرحمن توفيق؟ انا متخرج من جي يو سي ميكاترونكس وبدرس فيزيكس بقالي 4 سنين. طيب هتسالوني اشمعنى اخترت فيزيكس او اشمعنى اخترت سكه التدريس؟ انا سكه التدريس بحبها من يوم ما اتولدت تقريبا، من يوم ما اتولدت وانا بحب ان انا امسك الحاجه واقراها واساعد اللي قدامي، فهي فكره المساعده، فكره ان اللي قدامي اقدر اعلمه، اقدر اطلع حاجه مفيده وافيد اللي قدامي، وانس ان اللي قدامي استفاد انا بالنسبه لي دي زي الراحه نفسيه قدامي. وفي الاخر احب اقول لكم ان انا موجود على طول معاكم في اي وقت حابين توصلوا لي، نقدر نكونتاكت ذا اي جي سكول من خلال انستغرام او فيسبوك 24/7. في اي وقت محتاجين توصلوا لي، محتاجين نوصل لاي حد، ذا اي جي سكول موجودين.